راح ربطه في كرسي كأنه حرامي، ورحنا ملبسينه نص الطوب الفوقاني لمؤاخذة واحمر وهو لابس اسود. لو كنت شفت المنظر ده كان قلبك رقص من الضحك قد وسطك يجي 100 مرة. ايوه يا خميسة حبيبي، بس انا خايفة عليك، قلبي هيقف من الخوف. اتهد شوية يا اخوي، ده انت يا دوبك لسه خارج وعملت كل ده، امال اللي جاي ايه؟ اللي جاي زي اللي راح، كله رغاوي. يعني انت هتفضل رامي نفسك في النار كده على طول؟ متخافيش يا رمانة، النار ما بتحرقش مؤمن. انا ما بهزرش. ايه ده؟ ولا انا بهزر ولا انت شاك اني مؤمن؟ لا طبعا يا اخويا، ربنا يزيد ويقوي ايمانك اكتر واكتر. امين ان شاء الله. بس انا والله خايفه عليك من اللبش ده. لبش ايه؟ هو انت عايزين اسيب حق يا رمانة؟ اسيب الناس اللي خانوني وسلموني للحكومه؟ اسيب البيت لعالم واطي يلهفوه مني؟ البيت اللي تعبت وشقيت وانا ببنيه طوبه طوبه؟ انت ما تعرفيش انا تعبت قد ايه ولا شقيت ازاي عشان ابني البيت ده. انا اتذللت للزباين، انا ياما كنت طايف للزبون اثبته واتذلل له، اللي جاي ياخد قرش ولا قرش ونص اثبته عشان ياخد له وقيه، واللي بياخد وقيه ولا وقيه ونص اثبت فيه عشان ياخد له فرش ان شاء الله حتى يقسمه هو وزمايله. انا شقيت يا رمانة، شقيت وعرقت وتعبت على ما وصلت اللي انا فيه وبقيت كده، اقوم بقى سايب كل ده في الاخر واقف اتفرج؟ ساعتها مبقاش استاهل اسم افندينا يا رمانة. ايوه بس انا بصراحه كده ماليش فيه، انا بحبك يا خميس وخايفه عليك، مش عايزاك تضيع مني وتبعد عني تاني. هو ده قدري ومكتوب يا رمانة، غلط بقى ولا صح هو ده. انا اليوم امي جالها الطلق فيا كانت بتوزع بضاعه ساعتها وشالتني، كنت يا دوب لسه حته لحمه قد كده حمرا كده صغيره، وقامت شايلاني في صندوق حشيش. عشان كده انت طلعت صاحب مزاج. انا اتفطمت عليه. من ساعتها وانا بقول يتوب علينا ربنا، ولحد دلوقتي بقولها. الصندوق ده رمانه كان تابوت، تابوت من اللي بيشيلوا فيه الميتين، زي ما يكون مكتوب عليا ان اجيب الدنيا من اخرها واسرق طعمها من بق الموت. احنا ايه الكلام الكئيب ده؟ ايه اللي فكرنا بالليله دي دلوقتي؟ هو انا ما وحشتكيش يا بت ولا ايه؟ وحشتني طبعا. طب امال ايه بقى؟ ايه بقى؟ تعال بقى اهو. ايه؟ اهو بقى. تلعبي ريست. ريست ده ايه؟ ريست يا بت، ريست دي لعبة النخبة. تعال بس ما تخم. ماشي ماشي يلا. اظبط كده، واحد اثنين ثلاثة. يا بنت قوية، يدوب علينا ربنا.